اكبر. لكن هنا الان ديوب الله بديل ناجح، بديل ناجح، هذا هو برغبة جامحة، انه الغاني ايمانويل كلوتي، تبديل مثالي من الدكتور، والبديل هو من يتكفل بالتسجيل، هذا هو الغاني، هذا اللي يدخل في مباراة تحدي مع مواطن جيان. لكن شوف السنغالي ديوب يلعبها على راس كيلوتي مباشرة، كيلوتي هو من يسجل اول اهداف الظفرة ويعادل النتيجة بهذا الارتقاء العالي، مع ان ليس بطويل القامة، لكن يسرى يريد ان يكسر قاعدة ان المستضيف يخسر براسية. قالوا ضربتين في الراس توجع، اي نعم ضربتين في الراس توجع يا زعيم، من نفس الراس من هذا القناص، اذا فرحة كبيرة، فرحة كبيرة، الثقة التي اعطاها معيل جديدة. كرة عادت لكيلوتي، الله الهاتريك ياتي، ولا ثلاثة، مباراة مش معقولة ابدا، مش ممكن ابدا، شوف التسديدة اللي بتصطدم، وبعد ذلك في سقف المرمى، في سقف المرمى، بعيدة بعيدة عن خالد عيسى، وبالتالي 4-3 تصبح النتيجة الان، فرحة كبيرة لانصار وعشاق الظفرة، وهذا الطفل، هذا المشجع، هذا لا شيء، فريق الشباب بهدف ماكيتي ديوب، يتقدم كلوتي، حط الله الله يا فارس الغربية، والله يا كلوتي، هدف خامس الآن للظفرة، والمباراة تقريبا تنتهي قبل النهائي، قبل النهاية الرسمية بحوالي 38 دقيقة، هدف خامس يأتي عن طريق كلوتي، شوف اللعبة، حطها في الزاوية، وين حطها؟ حطها في الزاوية في مكان بعيد على حارس المرمى حسن حمزة اللي وقف في دور المتفرج في اللقطة الماضية. 5 ظفرة ثقيلة جدا على فريق الظفرة أو على فريق الشباب في هذه المباراة. شوف لفها، لفها بطريقة برازيلية.